العنصرية. عنصري عنصري بزاف، يكون ألماني وشبابه حتى يعني يتهلاو فيه، ويكون كحلوش مسكين ومضروب فيه وجهه، قال يا ودي هذا خلينا منه. كما أنا راني جاية من الصحراء، كاين بزاف حوايج اللي يقولوا لك واحد الهضرة اللي تجرحك. نناديه بالنيجرو، خطيرة من كثقافة عنصرية. العنصرية كاينة، احنا بيناتنا عنصريين اختي. ما نظنش، انا راني نشوف فيهم دينوار هنا يديروا لا شاريتي وكذا، من الناس يعطيو لهم يلبسوهم ياكلوهم. لي زالجيريان ماشي عنصريين مع لي زافريكان. ما كاش كاع عندي عنصريين، وين تروح يمدوا لك وين تروح ياكلوك يشربوك. تقدر تقول لي كاين عنصري هنا في الجزائر؟ الجزائري ماهوش عنصري بطبعه، لان الجزائري الجزائر بلد الثوار وبلد الاحرار. مثلا يا الكحلوشه بزاف يقولوا لي اللي كانت لكم الشر جيتوا من هيك، يعني هاد الحوايج تجرحك في قلبك، يعني يوصلك انك تولي تقول لي واحد الهضره. ما انا نتفاداهم اختي، ما نتعاملش معاهم بتاتا، هما هك وانا هك، هما بليس وانا مو. ما نتفادى حتى واحد، ما نتفادى على نتفاداهم. أو إنسان يأكل كما نأكل إحنا، ويأكل الكاشير تاع البلاد والقاطو تاع البلاد، ويأكل كلش. معاملة مختلفة، تلقاه أنه مع السوري مع أي دولة أمريكاني ولا إسباني يتعاملوا معاهم روعة، صح كي تجي من ناحية واحد إفريقي ما فهمتش شنو هو المشكل، مشكل اللون ولا مشكل الفقر، ما قدرتش نعرف. الكحالش ناتشورالمون ما سي با بروب، ما مش بروب أختي. Non, والله إني با مالاد ولا غير لي بروبر، كاين فيهم دي زافريكان يفوا لا بريير يصلي وكذا ومقيين وكذا. يخافوا اختي كيما يقول لك، راهم دوك راهم يدخلوا لنا بلا ما يديروا كونترول. تقدر تقول لي زافريكان 50% ونص نتاعهم غير نتاع ترافيك ونتاع الصوالح ونتاع طلاقريسون الى اخره. وما يلصقوا يلصقوا على دراهم، واش هدير ما عندك ما دير. انا خاف غير لي مالادي منهم اختي، ما عندي والو معاهم، مرحبا بهم. هم ساكنين هم ياكلون عايشين. جزائر فيها الكحل والاصفر والاحمر والاخضر كاع الالوان، وحنا كاع جزائريين وربي يهديهم، هذا واش نقدر نقول لك. على باش اش صفقتوا، فرحانين باللي قالوا الجزائري ماشي عنصري، ولا صفقتوا للعظيم اللي قال الجزائري عنصري؟ على كل حال احنا نبداو النقاش تاعنا انطلاقا من هذا الشيء، ونشوفوا اليوم راح نسمعوا قصص لاشخاص ينتميوا للقاره الافريقيه، ولكن ما نسموهم احنا لي زافريكان. عندنا مالي، عندنا تشاد، عندنا غينيا، راح نتناقشوا معاهم ونشوفوا حياتهم هنا، رحله الاندماج، ومنها نقدروا نعرفوا هل تعاملنا معهم صحيح ولا رانا غلطين. نبدا معك العربي. لاباس العربي؟ صافا والله لاباس الحمد لله. لا دقيقه برك عاودي تشوف. صافا والله لاباس الحمد لله. افريكا هذا ولا جزائري جماعه؟ صح العربي. شوف رانا نشوفوك راك يعني لهجه جزائريه من الدخله خلعتني. صح قول لي وقتاش جيت للجزائر؟ دخلت زيارة 2012، ودا دوك عند 6 سنين ولا 5 سنين، قريب 6 سنين وانت راك فوالا هكذا. صح كيفاش حتى خممت انك ترفض روحك من مالي وتجي لهنا؟ دوك انا ما نعرف وين الجزائر كاع، هادو شو اللي نقول لك بعثنا ربي هنا، شو اللي واش نقول لك، شو اللي انا قبل نجي منا اني في الدار اني خمم وين نهبروا وين نرو اكزيتمون وين رونا نخدم، باسكو انا انسان من لوت نعرف درهم نهب نخدم، كنت عندي درهم في جيبي ونخمم وين راح برو نخدم في افريك هكذا. بعد تحت لي زير ديريكت، بعد دبات باسبور دخلت انجزام، كنت انجزام لا فرنسا تما محلوله ماشي مغلوقه، دوكا مغلوقه. دخلت من تما جيت ديريكت الجي سنتر، جيت الجي سنتر شريت شويه سلعه وستالي من نهر لا بوليس هاوز والنهر ستالي
صادق شوف اسيوري معايا باسكو انا راني تسويس افريكا دوك شو خلاص شوف زيد ميز معايا تحمى معايا صادق ايه كمل نحب ماشي من تيميمون باريك زوم ماشي من تيميمون قاتينا اكسيو قاتينا تيميمون زير قا قاتينا قا ولو خويا راح كمل دوك بلاكا بلاكا نتحمى وانا وصادق ونديكوفري ايه كمل قبل نقول لك هادو سوالا جيت نحب نصرف درهم على فرونتش على انجيزا وكيف نصرف درهم دوكا ما على باليش دوكا واحد زيري تاني درهم زيري انا نتلو باسكو هو تما قدمته بركا شو اللي صرف درهم هكذا انا دوكا قلت له في راسي قلت له كيف انا اعرف هادو درهم قال لي تعرف ماشي مشكل كنت تدخل تعرف كيف تصرف كيف بدا صرف درهم ديرك صافا يعني عطاك عطاني سواسوا هلا عطاني سواسوا ما كاش قا اسمه تعرف كنت تحت في يد صديقنا ما كاش قا مشكل بعد دخلت ديركت الجي بعد كان صاحبي قديم منا كان ولينا وين نشري سلعه هذاك الوقت كي نشري سلعه انا باسكو ما نعرف نحضر هذاك الوقت نعطي له درهم يقول له هاك خص بصلعتي هاك شو لا بلو راتي انا نفهم له بس هو على باله واش نقول له وعلى نقول له بديت تخدم واش من سلعه كنت انا دخل ديريكت نوادر سوايا سوا هادو بصح قول لي علاش كاع دوك بديت نأملك بالافريكا قلت لي نوادر وسوا علاش كاع نشوفوا كامل المهاجرين اللي يجوا من الجنوب من افريقيا يتاجروا اكثر في نوادر والساعات علاه نوادر والساعات دوك هادو سوا اللي يدخلوا بكري كاع سوالح خدمته انا على الصوالح حاجه نقعد قدامه يا جماعه دوك يولينا في الصوالح وديريكت ونواضر ونقعد قدامك اها احكي لي على الصوالح هذوك دوك هادو تاع نواضر تاع صوايا تاع مسايس والاخرين وكاع لي جو مقبل هما يخدموا هادو صوالح لي جو كوميرس كوميرس ما كاش لي جو كوميرس بلا هادو نواضر وصوايا كاع يحبوا يخدموا صوايا نواضر وشويه قرمات شويه مسايس هذوك سوالا تاع مولود يا هراش بو فريك كسانتين هادو كاع ترو ان طابلات هادو سوالا كاع عندي سوالا هادو كاع عندك كاع عندي واش كنت سيبورتي؟ انا نسبورتي بو فريك على كل حال اوه بو فريك على بو فريك بالذات بو فريك شو ولا قبل نجي لك بو فريك ومن بعد نطلق نقول لك وين استالي وين ما استالي قبل نجي بو فريك روح كملنا روح كملنا بعد نهار اللي دخلت شريت سلعة رحت شوفالي ستالي شوفالي ستالي نهار لا بوليس يجو نهار نستالو نهار يخلونا نستالي كي نشوف شو لا بوليس شو ما يحبوش تقدر تبدل بلاصه من بعد رحت شراقه تاني ستالي تما تاني انا معروف اني كي ندخل تما دوكا كاع يعرفني انت جيت من مالي باسمك العربي ولا هنا بدلته اسمي العربي حتى في مالي اسمك العربي بس كي تما كان طوارق كاع اسمه العربي شو اللي يسكن قدام الجيريا كدا فرنسا كاع كان انت من شمال مالي من التوارق من يعني وليد عم معانا هاش كيف اسيد وليد عم احنا نتعاملوا مع بعنصرية ولا غربي يهدينا روح كملنا رحت لشراقه خدمت دوك خدمت شراقه ومن بعد شفت مع لابوليس يدورونجي هكذا شويه نهار قال لك ستالي نهار قال لك لا وفيها شويه فايده فيها شويه درام فيها على كل حال انسان كي ستالي ترى سيبو شي ياكل ان شاء الله صح الحمد لله هذوك الزير كان هادو اسمه كنت ستالي سيبو واش تاكل ان شاء الله كرم تروح تلعب ولا اذا فيها خبزه نجي انا وخويا صادق نجي نقعدوا معكم لتما صادق فيها ان شاء الله ان شاء الله كل شويه ومن بعد وليت بالخادم بير خادم انا ما بالخادم تما استاليت بيان لا لا استنى بير خادم ماشي بالخادم بالخادم لا لا بالخادم خاطي حنا بير خادم بير خادم باسكو كان زيد تقول دوكا تعرف بالخادم انا نوض نروح خلاص بير خادم ايوا داكور هيا خلاص هيا ممكن تما ثاني استاليت تما اها نهار لا بوليس يجو هذوك سوالا كاع كاين هذو نهار لا بوليس يجو سيتو تما كاين وحده دلاله دوكا غلقت هادو دلاله تما ايه
كان هادو دلالة تما كنت نصاليا تما في رمضان يخلى بوليس يخلو يخدمو كاع جماعة ماشي غير انا الجيريا والاخرين في رمضان كاع الرحمة تاعها على طول المون هاي الحمد لله هاي ربي كاع يقول لكم له لي ابي صالي روح صالي يلا سيدي صالي تما تاني ومن بعد وليت برتوتة برتوتة تاني ابي بري الجيري كاع نعرفو وليت برتوتة تاني ما تولت تما بزاف برتوتة حتى وليت بوفاريك دوكا بوفاريك على كل حال تما راني تما دوكا ديبي 2013 صح علاش قعدت من بلاصه لبلاصه ديبلاصه دوكا هادو سيما سيبوش وانتريا سيما سيبوش وانتريا ماش ولا لا بوليس ولا صح انت دوكا عندك الوثائق تاعك هنايا الاقامه راهي شرعيه تاعك في الجزائر ما عنديش ما عندك ما ما تقدرش زعما تكري ولا ما حبيت هكذا تكري ولا ما قدرتش نحب نكري ما بصح ما نعرفو سوليسيون اللي نديرها يعني لو كان يعطوك المجال يخلوك تكري حانوت ولا لو كان يلقاو لكم مجال قانوني تروح تكري حانوت وتقعد تخدم طيب معليش دوكا من اللي يحب يخدم يحب يشوف ما وين صح عندك دوكا منوش من عمرك بوفارك من واش من عام وانت في بوفاريك ديبي 2013 من 2013 حتى 2017 وانت في بوفاريك وكيفاش دوكا علاقتك مع ناس بوفاريك بوفاريك شو ولا دارنا تما داركم شو ولا دارنا تما ما نمشيش ما قام اكوارت ما تمشي بلا كوارت كي نجي من تونس نكاشي باسبور كي نخلي باسبور داخل ساكودو تاعي ما على بالوش كاع فيهم باسكو كاع يعرفوا كاع يعرفوني تما لا بوليس لي جندرم كاع يعرفوني تما اللي الدراري قد هكذا يعرفوا وناس بوفاريك تقبلوك ما يعاملوكش معامله هكذا عنصريه كذا ولا هذوك حاجات ولا اللي ما يحبونيش ولا لا لا ما كاينش هذو تما اخويا تحيه للناس بوفاريك اي ناس بوفاريك ودوك حكيتنا على ناس بوفاريك حنا رحنا عند العربي البوفاريك فريق الاعداد راح لعندو نشوفوا كيفاش حياه العربي في بوفاريك مع ولاد بوفاريك وليكيب اللي يحبها الكلاب اللي يحبوا روحوا نشوفوا العربي في بوفاريك ونعودوا نرجعوا يلا اسمي العربي ربع دخلت دم الدوز دخلت انقزام تمراز ديرك دربه الاولى اللي جيت استاليت شوفالي ام بدرو تشراقه ام بعد وليت بالخادم ام بعد وليت برتوتا من برتوتا دوك على كل حال انا في بوفاريك بوفاريك شو ولا بوفارك والله غير انسان انسان انتيك وقع واش يا عمي جيت من عرفوه الاربيه ولا ما نعرف بس والله غير بالخدمه عدوت انا عارف اربيه دابا دوكا كنحبروا الزيرين نقد يسلع على كل هاله ينجيتو لا بوليس في الطريق على هكذا شو ولا كاين يشوفوا شو اللي كاين سكسي كرونديستا ولا تاكسي كاين ياتي المكواتو يقول له انت ثاني ثاني كوارت كنا حضروا معاه قبلنا تيلو كوارت كان اللي يقول له انت اضرار ولا نقول له لا لا انا قاتل زير انا بس انا حضر الجيريا نورمال ومن بعد يقول له ما عطيني كوارتك كي نعطي لهم باسبور يشوفوا مالي يقول له يا خويا ترفت لي كيف تحضر قلبي هكذا نقول له والله غير هكذا جيتني هكذا ما نعرف جا العربي درنا لا رومارك حيت انهم دو كونفيونس انسان تعطي ربي صدير واش تحب نقول لك قلت صالو حاجة في الدار يما دارتنا دعوة الشر صالو حاجة لي سمعنا نخلص خل مش تحبني نقول لك ولا ما لو كان يسمحونا نديروه في البريطان كون دير المشاكل موش هنا أو راح تلمو اللي إنسان عاقرة وهنا في وسطنا صار موش مطول خلاص نبدلوه نجيبوا واحد آخر 7 سنين دوك ندو هذا ونجيبوا واحد آخر في يا خويا يزال لا جامي جستومو في هذا هو البروبليم اللي ما قادوش يسمحوا فيه هذا هو بالله غالب محبه 7 سنين شغل ولا واحد منا خونا طبعا نوجهنا تحيه للناس بوفاريك والناس البليده ناس الكرم والضيافة أربي نرجع لك حبسنا في بوفاريك فويدت بوفاريك أسنا التمو بلي راك أنتيك شوف راك أنتيك وخدمت في الدلالة وزيد وش كنتي تاني